اليوم فواه تمر سنين وتجدد الايام نجيعي الطفطاري واليوم فواه تمر سنين وتجدد الايام خيام الظهر شفت النار بعدنا ينشوف من فرة الأيتام إذا قال الدهر ينسوا هالأكدار نقول الدهر يرجع بها كل آه ولا ننسى الغريب ينادم يحتار ألا من ناصر وما حد إلى قال نجيع الطفاري ولا اليوم فوار تمر سنين وتجدد الأيام نشوف خيام وننظر شبة النار بعدنا ينشوف من فرة الأيتام إذا قال الدهر انسوا هالأكدار نقول الذكرى يرجع بها كل عام ولا ننسى الغريب ينادي محتار ألا من ناصري وما حد إلي ولا ننسى الغريب ينادي محتار ألا من ناصري وما حد إلي نجيعي الطفطر واليوم فوار تمر سنين وجد الأيام نشوف خيام وننظر شبة النار بعدنا نشوف من فرة الأيتام نشوف خيام وننظر شبة النار بعدنا نشوف من فرة الأيتام إذا قال الدهر انسوا هالأكدار نقول الذكرى يرجع بها كل آيام ولا ننسى الغريب ينادي محتار ألا من ناصر وما حد إلى قام ولا ننسى الغريب ينادي محتار ولا ننسى الغريب ينادي محتار ألا من ناصر وما حد إلى جار ولا ننسى مصاب الدين ولا ننسى أبو الأحرار إلى الأمة وهب دمي ولا يرضى بحياة الحرار أجيال اللي ترويها البطولة ولا تلاشت من أسهام الليالي لأن التضحية رمز الرجولة وما نطف يضحي بكل غالي وإذا قلنا الإبه منه أصوله فلا واحد يظن إنني غالي بالتضحية أساس على فترة طويلة رواية راسخة على التوالي لأن التضحية رمز الرجولة وما نطف يضحي بكل غالي وإذا قلنا الإبه منه أصوله فلا واحد يظن إنني غالي لأن التضحية رمز الرجولة وما نطف يضحي بكل غالي.
نقدر قلنا الابه انه اصوله فلا واحد يظن انه نغاني صريعي صار عدام عليه العسكر التام عساكر آل ميه اذا خزها بعيونه جريح ويرهبونه عميد الهاشميه خرير الدم تحدر على مهرة قنطر يعالج بالمنية نجيعة في الرمل راح وبقت في جسم الأجراح توافي بالأذية بقى شمس الإمامة ينازع في ابتسامة وجراحة ملتضية صريعي صار عدام عليه العسكر التام عساكر آل مهنايا إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وسفينة النجاة محمد صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين مصباح الهدى وسفينة إن الحسين مصباح على ساق العرش بالنور مكتوب أبو الأحرار مصباح الهداية على ساق العرش بالنور مكتوب أبو الأحرار مصباح الهداية سفينة للنجاة ويهدي القلوب ومصباح الحسين للخير سفينة مبدأ تنجي المكروب من الأجران ومن كل الغواية في كل ما تم سفينة ومنها مطلوب على درب العمل تصنع بداية بكل ما تم سفينة ومنها مطلوب على درب العمل تصنع بداية على ساق العرش بالنور مكتوب أبو الأحرار مصباح الهداية سفينة للنجاة ويهدي القلوب ومصباح الحسين للخير سفينة مبدأ تنجي المكروب من الأجران ومن كل الغواية في كل ما تم سفينة ومنها مطلوب
على على درب العمل اصنع بداية في كل مطلوب على درب العمل بداية ينجينا من الزلل على منهج أئمتنا نتولى أبو الأكبر علينا تنجينا من الزلل وعلى منهج أئمتنا ما أعطنا ليب وفرة المال ولا ينقص هدافع من عقيدة في ظل عصر العلم واجبها في الحال تباشر بالأساليب الجديدة تترجم في كتبنا وتطبع أعمال فطاحلنا من الفترة البعيدة جهلنا العالم وما زلنا إشكال ولا وضحنا فكرتنا المجيدة جهلنا العالم وما زلنا إشكال ولا وضحنا فكرتنا المجيدة ما آتمنا غنية بوفرة المال ولا ينقصها دافع من عقيدة في ظل عصر العلم عجبها في الحال تباشر بالأساليب الجديدة تترجم في كتبنا وتطبع أعمال تطاحلنا من الفترة البعيدة تترجم في كتبنا وتطبع أعمال تطاحلنا من الفترة البعيدة جهلنا العالم وما زلنا إشكال ولا وضحنا فكرتنا المجيدة أئمتنا مشاعل نور أئمتنا فكر راقي إذا سرنا بطريقتهم نجحنا وتعرف الباقي أئمتنا مشاعل نور أئمتنا فكر راقي إذا سرنا بطريقتهم نجحنا وتعرف الباقي علينا في المآتيم تحضرنا نساهيم نقدمها دلالة على فكر الأئمة وعلينا هالمهمة من المذهب رسالة على فكر الأئمة وعلينا هالمهمة من المذهب رسالة إذا ترجمنا نظرة وطبعنا لنا فكرة قتلنا الاستحالة كشفنا للي يجهل مبادئنا وتقبل فكرنا باعتدال كشفنا للي يجهل مبادئنا وتقبل فكرنا علينا بالإرادة
روض كل عادة يا تحاصرنا بالضحالة يا علينا بالإرادة يا روض كل عادة يا تحاصرنا بالضحالة علينا في المآتم تحضرنا نساهم ونقدمها دلالة على فكر الأئمة وعلينا هالمهمة من المذهب رسالة إذا ترجمنا نظرة وطبعنا لنا فكرة قتلنا الاستحالة كشفنا للي يجهل مبادئنا وتقبل فكرنا باعتدالة علينا بالإرادة نروض كل عادة تحاصرنا بضحالة إن الحسين مصباح الهدى الإمام الصادق بجوهر صفاته يمثل طائفتنا في صنيعه إذا عاشور لوح في حياته يعيش الشهر في مهجة صديعة يجيه الشاعر وينشد أبياته وعلى إيد الإمام يحط رضيعة وعلى عبد الله تتلوع بناته يمثل على عبد الله تتلوع بناتي يمثل لهم أبعاد الفجيعة الإمام الصادق بجوهر صفاته يمثل طائفتنا في صنيعة إذا عاشور لوح في حياته يعيش الشهر في مهجة صديعة يجيه الشاعر وينشد أبياته وعلى إيد الإمام يحط رضيعة على عبد الله تتلوى بلاته يمثل لهم أبعاد الفجيعة إمام الصادق بجوهر صفاته يمثل طائفتنا في صنيعة إذا عاشور لوح في حياته يعيش الشهر في مهجة صديعة يجيه الشاعر وينشد أبياته على إيد الإمام يحط رضيعة على عبد الله تتلوع بناته يمثل لهم أبعاد الفجيعة يمثل لهم المصرع على طفلة وتحن الروح يمثل لهم المصرع على طفلة وتحن الروح ولا تطلب صبر لحظة إذا تهيج المجروح ولا تطلب صبر لحظة إذا تهيج المجروح إمامي مسرح الواقع بتمثيل ويجسد واقع بصورة والمشهد الإمامي مسرح الواقع بتمثيل ويجسد واقع بصورة وبمشهد لك الأسلوب فترة ومنطقة وجيل وجيل العصر هذا يريد أزياء
قضى يطف بحاجة إلى التوصيل على مسرح نواقبنا في الجسد نعيش بعصر سرعة على التبديل وسائلنا وجه إنها تتجدد الإمامي مسرح الواقع بتمثيل ويجسد واقع بصورة ومشهية لكل أسلوب فترة ومنطقة وجيل وجيل العصر هذا يريد أزياء قضى يطف بحق إلى التوصيل وعلى مسرحنا واجبنا تتجسد نعيش بعصر سرعة على التبديل وسائلنا وجب إنها تتجدد نعيش بعصر سرعة على التبديل وسائلنا وجب إنها تتجدد شعائرنا تريد أسلوب نقدمها إلى العالم وعلينا نوجد المسرح من اللحظة في كلماته شعائرنا تريد أسلوب نقدمها إلى العالم وعلينا نوجد المسرح من اللحظة في كلماته إلى التاريخ تبصر في مهضنا تفكر حضارتنا تصارح إلى هالمذهب بداية تمسرح في الرواية وهذا الماضي واضح إلى هالمذهب بداية تمسرح في الرواية وهذا الماضي واضح أئمتنا مدارس لا لها منافس في تاريخ المسارح في تاريخ المسارح أفق راقي ومثقف يغدي ثورة الطاف بعناوين مكافح فصول الغادرية حوادث مسرحية طرحها فكرة ناجية إلى التاريخ تبصر في ماضينا تفكر حضارتنا تصارع إلى هالمذهب بداية تمسرح في الرواية وهذا الماضي واضح أئمتنا مدارس ولا عليها منا في تاريخ المسارح أفق راقي ومثقف يغدي ثورة الطاف بعناوين مكافح فصول الغادرية حوادث مسرحية طرحها فكرة ناجية لها المذهب بداية في المسرح في الرواية وهذا الماضي واضح أئمتنا مدارس ولا عليها منافس في تاريخ المسارح أفق راقي ومثقف يغدي ثورة الطف بعناوين مكافح فصول الغادرية حوادث مسرحية طارحها فكرة ناجية إلى التاريخ تبصر ماضينا تفكر حضارتنا تصارع لله المذهب بداية تمسرح في الرواية وهذا الماضي واضح أئمتنا مدارس ولا عليها منافس في تاريخ المسارح أفق راقي ومثقف يهدي ثورة الطاف عناوين مكافح فصول الغادرية حوادث مسرحية طرحها فكرة ناجية إن الحسين مصباح الهدى
إن الحسين أسير وأسمع بتاريخ مشهور، أسير وأسمع بتاريخ مشهور، بديع الصورة بالأحداث فتاه، قصص عن فاطمة فعالة الدار، يعمق بالطفل فطرة الإيمان، تسأله عن حديث المصطفى طول، ودارة تناقش برقة وبتحناوة، ومنها استلهم الحسنين النور، سعوا في ملحمة إصلاح الإنسان، ومنها استلهم الحسنين النور، سعوا في ملحمة إصلاح الإنسان، أسير وأسمع بتاريخ مشهور، بديع الصورة بالأحداث فتاه، قصص عن فاطمة فعالة الدار، تعمق بالطفل فطرة الإيمان، تسأله عن حديث المصطفى طول، وتارة تناقشه برقة وبتحنان، ومنها استلهم الحسنين النور، وسعوا في ملحمة إصلاح الإنسان، منها استلهم الحسنين النور، سعوا في ملحمة إصلاح الإنسان، مع سياسة الدهر نلقنها براعمنا، نركزها في كل ناشي، تركزها مآتمنا، سياسة الزهرة نلقنها براعمنا، نركزها في كل ناشي، تركزها مآتمنا، أزاهير الطفولة تريد إحساس ينميها ويوعيها القضية، في حضن الماتم نطهر الأنفاس، نعطر بها أطفال البرية، طفولتنا بمعاصي العصر تنداس، وغفلتنا قضية جاهلية، طفلنا يريد منه نرفع الراس، لو ننظر أمور التربوية، أزاهير الطفولة تريد إحساس ينميها ويوعيها القضية، في حضن الماتم نطهر الأنفاس، ونعطر بها أطفال البرية، طفولتنا بمعاصي العصر تنداس، وغفلتنا قضية جاهلية، طفلنا يريد منا نرفع الراس، لو ننظر أمور التربوية، طفلنا يريد منا نرفع الراس، لو ننظر أمور التربوية، أزاهير الطفولة تريد إحساس ينميها ويوعيها القضية، في حضن الماتم نطهر الأنفاس، نعطر بها أطفال البرية، طفولتنا بمعاصي العصر تنداس، وغفلتنا قضية جاهلية،
في حضن الماتم نطهر الأنفاس ونعطر بيا أطفال البرية طفولتنا بمعاصي العصر تنداس وغفلتنا قضية جاهلية طفلنا يريد منه نرفع الراس لو ننظر أمور التربوية طفلنا يريد منه نرفع الراس لو ننظر أمور التربوية تبرع تحصلنا للمستقبل وتجسد بحواضرنا معاني الرحمة والأجمل رعايتنا لك البرعوم تحصلنا للمستقبل وتجسد بحواضرنا معاني الرحمة والأجمل أساليب حديثة طفلنا هل نغيثة ونبادر في شؤونا أحاسيس الطفولة براءتها خجولة وطبيعتها حنونة نوجهها بعناية بقصصنا بالرواية بسلاسة وبليونة نشجعها برسمها وتحركها وقلمها ونشجع كل فنونة نشجعها برسمها وتحركها وقلمها ونشجع كل فنونة نبسط لها مسرع ونوضح لها منبع حضارتنا الرصينة أساليب حديثة طفلنا هل نغيثة نبادر في شؤونا أساليب حديثة طفلنا هل نغيثة ونبادر في شؤونا أحاسيس الطفولة قراءتها خجولة وطبيعتها ميونة نوجهها بعناية بقصصنا بالرواية بسلاسة وبليونة نشجعها برسمها وتحركها وقلمها أو نشجع كل فنونة نبسط لها مطرة نوضح لها منبع حضارتها الرصينة نبسط لها مطرة نوضح لها منبع حضارتنا الرصينة بأساليب حديثة طفلنا هل نغيثة ونبادر في شؤونا أحاسيس الطفولة قراءتها خجولة وطبيعتها حنونة نوجهها بعناية قصصنا بالرواية سلاسة وبليونة نشجعها برسمها وتحركها وقلمها ونشجع كل فنونة نبسط لها مطرع ونوضح لها منبع حضارتنا الرصينة بأساليب حديثة طفلنا هل نغيثة ونبادر في شؤونة أحاسيس الطفولة براءتها خجولة وطبيعتها حنونة نوجهها بعناية قصصنا بالرواية بسلاسة وبليونة نشجعها برسمها وتحركها وقلمها ونشجع كل فنونة نبسط لها مطرة نوضح لها منبع حضارتنا نبسط لها مطرع نوضح لها منبع حضارتنا الرصينة إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة
الحسين علي ابن الحسين بمجلس يزيد صريخة تاكل تهز الضمائر علي ابن الحسين بمجلس يزيد صريخة تاكل تهز الضمائر خاطب آل مية وفيده القيد أنا ابن النبي خير العشائر أنا ابن الوصي حيدر السندي أنا ابن البتول وقلب صابي أنا ابن اللي ما يحني لكم جيد أنا ابن الذي لا عنده ناصير علي ابن الحسين بمجلس يزيد صريخة تاكل تهز الضمائر يخاطب آل مية وفيده القيد أنا ابن النبي خير العشائر أنا ابن الوصي حيدر الصنديد أنا ابن البتول وقلبي صابي أنا ابن اللي ما يحني لكم جيد أنا ابن الذي ما عنده ناصير أنا ابن اللي ما يحني لكم جيد أنا ابن الذي ما عنده ناصير أبو محمد خطب خطبة في مجملها يدرسنا خطابتهم رسالية قضايانا تحسسنا أبو محمد خطب خطبة في مجملها يدرسنا خطابتهم رسالية قضايانا تحسسنا مناظر في مآتمنا أصيلة نقدسها ونكمليها المودة نحب فيها الرسالة الجليلة نحب أثمار فيها مستجدة نحب ما تجمد تصبح حديلة منابر في مآتمنا أصيلة نقدسها ونكمليها المودة نحب فيها رسالتها الجليلة نحب أثمار فيها مستجدة نحب ما تجمد وتصبح هزيلة نحبها راكية تطور بشدة إذا كانت خطابتنا عليلة غزتنا العلة منها مستمدة إذا كانت خطابتنا عليلة غزتنا العلة منها مستمدة منابر في مآتمنا أصيلة نقدسها ونكمليها المودة نحب فيها رسالتها الجليلة نحب أثمار فيها مستجدة نحب ما تجمد وتصبح هزيلة نحب هيرقية تطور بشدة إذا كانت خطابتنا عليلة غزتنا العلة منها مستمدة إذا كانت خطابتنا عليلة غزتنا العلة منها مستمدة منافرنا غذاء الروح نراقبها ونقومها نناقشها ونحاورها لا نقبل نهاجمها
منابرنا غذاء الروح، نرقبها ونقومها، نناقشها ونحاورها، بل نهاجمها. أساليب الخطابة عديدة والغرابة، قصرناها بطريقة خطابة ما تطور، مردها للتأخر إلك من الحقيقة. أساليب الخطابة عديدة والغرابة، قصرناها بطريقة خطابة ما تطور، مردها للتأخر إلك من الحقيقة. أئمتنا مناهل إلى كل المسائل، ثقافتهم عريقة ومنابرنا عليها، تلحسنا من هديها بأساليب دقيقة، منابرنا عليها تلحسنا من هديها أساليب دقيقة. وهبناها وقتنا عليها ترقيتنا نواتجها المشوقة، وهبناها وقتنا عليها ترقيتنا بنواتجها المشوقة. أساليب الخطابة عديدة والغرابة، قصرناها بطريقة خطابة ما تطور، مردها للتأخر إلك من الحقيقة. أئمتنا مناهل إلى كل المسائل، ثقافتهم عريقة ومنابرنا عليها، تحسنا من هديها بأساليب دقيقة. وهبناها وقتنا عليها ترقيتنا بنواتجها المشوقة. أساليب الخطابة عديدة والغرابة، قصرناها بطريقة خطاب ما تطور، خرجها للتأخر إلك من الحقيقة. أئمتنا مناهل إلى كل المسائل، ثقافتهم عريقة، منابرنا عليها تحثنا من هديها أساليب دقيقة، منابرنا عليها تحثنا من هديها بأساليب دقيقة. وهبناها وقتنا عليها ترقيتنا نواتجها المشوقة، منابرنا عليها تحثنا من هديها بأساليب دقيقة. وهبناها وقتنا عليها ترقيتنا نواتجها المشوقة. إن الحسين مصباح الهدى، إن الحسين، إن أمير المؤمنين بخطبة ذات جهادية وعلومية وجريئة، أمير المؤمنين بخطبة ذات جهادية وعلومية وجريئة. أمير المؤمنين بخطبة ذات جهادية وعلومية وجريئة، تشوفه مرة يشرح لك الآيات ومرة يحلل العقدة الرديئة، تشوفه مرة يشرح لك الآيات ومرة يحلل العقدة الرديئة، مرة يوصف بعلم مخلوقات ومرة يفصل بجانب البيئة. علينا من علي ناخذ علامات ونترك
كل نواقصنا البطيئة. أمير المؤمنين بخطبته ذات جهادية وعلومية وجريئة. تشوفه مرة يشرح لك الآيات، ومرة يحلل العقدة الرديئة، ومرة يوصف بكلمة مخلوقة، مرة يفصل بجانب البيئة. علينا من علي ناخذ علامة، ونترك كل نواقصنا البطيئة. علينا من علي ناخذ علامات، ونترك كل نواقصنا البطيئة. امير المؤمنين بخطبته ذات جهادية وعلومية وجريئة. تشوف مرة يشرح لك الآيات، ومرة يحلل العقدة الرديئة، ومرة يوصف بعلمة مخلوقة، ومرة يفصل بجانب البيئة. علينا من علي ناخذ علامات، ونترك كل نواقصنا البطيئة. علينا فيما أقيمنا نشجع قوة الفكرة. أئمتنا شنو كانوا، علينا نتبع العترة. أئمتنا شنو كانوا، علينا نتبع العترة. علينا فيما أتمنى نشجع قوة الفكرة. أئمتنا شنو كانوا، علينا نتبع العترة. نشجع كل علم نفسح لندوة، علوم العصر مفروضة وضرورة. نشجع كل علم نفسح لندوة، علوم العصر مفروضة وضرورة. نخلي الجيل ينضج ويتروى، نفسح له في آفاقه الصورة. علينا في مآتمنا نتقوى، سلاح العلم في مجمل أموره. أمور العلم ما تحجب التقوى، ولا تبعدنا عن مذهب وداره. نشجع كل علم نفسح لندوة، علوم العصر مفروضة وضرورة. نخلي الجيل ينضج ويتروى، ونفسح له في آفاقه الصورة. علينا في مآتمنا نتقوى، بسلاح العلم في مجمل أموره. أمور العلم ما تحجب التقوى، ولا تبعدنا عن مذهب ودوره. نشجع كل علم تفسح لندوة، علوم العصر مفروضة وضرورة. نخلي الجيل يضبط يتروى، ونفتح له في آفاقه الصورة. علينا في مآتمنا نتقوى، بسلاح العلم في مجمل أموره. أمور العلم ما تحجب التقوى، ولا تبعدنا عن مذهب ودوره. إذا نطمح إلى الأفضل، نوسع للعلم فرصة، وعقايدنا بقواعدها على الثقافة تتواصل. إذا نطمح إلى الأفضل، نوسع للعلم فرصة، عقايدنا بقواعدها
على الثقافة تتواصل، ما آتنا نوسع مجالات ونسرع ثقافات وتطور، ما آتنا نوسع مجالات ونسرع ثقافات وتطور، ننوع في الثقافة ولا فيها مخافة، نخليها بتصور نعينها مواسم ثقافية وتساهم، معارك بالتحضر نعينها مواسم ثقافية وتساهم، معارك بالتحضر أكيد بهالتقدم أئمتنا تدعم مواقفنا وتنصر بعيد وابدا خطوة توصل كل من وا عليك تحزم وصور، بمآتمنا نوسع مجالات ونسرع ثقافات وتطور، ننوع في الثقافة ولا فيها مخافة، نخليها بتصور نعينها مواسم ثقافية وتساهم، معارك بالتحضر وأكيد بهالتقدم أئمتنا تدعم مواقفنا وتنصار، بعيد وابدا خطوة توصل كل من عليك تحزم وصار، بما آتمنا نوسع مجالات ونسرع ثقافات وتطور، ننوع بالثقافة ولا فيها مخافة، نخليها بتصور عينها مواسم ثقافية وتساهم، معارك بالتحضر واكيد بهالتقدم أئمتنا تدعم مواقفنا وتنصر، بعيد وابدا خطوة تواصل كل من وا عليك تحزم وصار، نعينها مواسم ثقافية وتساهم، معارك بالتحضر ثقافة ولا فيها مخافة، نخليها بتصور ننوع في الثقافة ولا فيها مخافة، نخليها بتصور أكيد بهالتقدم أئمتنا تدعم مواقفنا وتنصر، إن الحسين مصباح الهدى، إن الحسين نجيعي الطفطري ولليوم فوار، تمر سنين ويتجدد الأيام، نجيعي الطفطري ولليوم فوار، تمر سنين ويتجدد الأيام، نشوف الخيام وننظر شبة النار، بعد ما نشوف من فرة الأيتام، إذا قال الدهر انسى وهلك دار، نقول الذكرى يرجع بها كل عام، ولا ننسى الغريب ينادي محتار، ألا ناصر وما حد إلى قال، ولا ننسى الغريب ينادي محتار، ألا ناصر وما حد إلى قال، نجيع الطفطري ولليوم فوالا،
تمر السنين وتجدد الايام، نشوف خيام ننظر شبت النار، بعد ما نشوف من فرت الايتام. اذا قال الدهر انسى وهلك دار، نقول الذكرى يرجع بيك العام، ولا انسى الغريب ينادي محلاها. لا من ناصر وما حد إله قال، ولا ننسى الغريب ينادي محتار، لا من ناصر وما حد إله قال. إذا قال الدهر انسى وهلك دار، نقول الذكرى يرجع بها كل عام، ولا ننسى الغريب ينادي محتار، ألا من ناصر وما حد إلقى، ولا ننسى مصابي الديك، ننسى أبو الأحرار، إلى الأمة وهب دمي، ولا يرضى بحياة العار، ولا ننسى مصابي الديك، ولا ننسى أبو الأحرار، إلى الأمة وهب دمه، ولا يرضى بحياة العار. أجيال اللي ترويها البطولة، ولا تلاشت من أسهام الليالي، لأن التضحية رمز الرجولة، وإمام الطف يضحي بكل غالي. إذا قلنا الإبة منا أصولة، فلا واحد يظن إنا نغالي. إذا قلنا الإبة منا أصولة، فلا واحد يظن إنا نغالي. بالتضحية إذا قلنا الإبة إنا أصوله، فلا واحد يظن إنا نغالي. على الذكرى يا عاشورا، مشاعرنا على مجمال، ولا ننسى رضيض الخيل، ذبيح وضامي ومعفى. على الذكرى يا عاشورا، مشاعرنا على مجمال، ولا ننسى رضيض الخيل، ذبيح وضامي ومعفى. صريح صارع الدم عليه العسكر التم، عساكر آل أمية، إذا خسها بعيونه جريح ويرهبونه عميد الهاشمية. خرير الدم تحذر على مهرة تقطع، يعالج بالمنية. صريعي صار عدام عليه العسكر التام، عساكر آل أمية، إذا خذها بعيونه ريح ويرهبونه عميد الهاشمية. خرير الدم تحذر على مهرة تقطر، يعالج بالمنية. كرم الراح وبوقت في جسم الأجراح، توافي بالأذية بوقى جسم الإمامة، نادع في ابتسامة جراح من تضية. بوقى جسم الإمامة، ينازع في ابتسامة جراح من تضية. إن الحسين مصباح الهدى، وسفينة النجاة. إن الحسين
على ساق العرش بالنور مكتوب ابو الاحرار مصباح الهدايه سفينة للنجاة ويهدي القلوب ومصباح الحسين الخير آية سفينة مبدأ تنجي المكروب من الأدران ومن كل الغواية في كل ما تم سفينة ومنها مطلوب على درب العمل حصنع بداية بكل ما تمسى في نومها مطلوب على درب العمل تصنع بداية سفينة مبدأ تنجي المكروه من الأدران ومن الغواية بكل ما تمسى سفينة مبدأ تنجي المكروه من الأدران ومن كل الغواية بكل ما تمسى في نومها مطلوب على درب العمل تصنع بداية بكل ما تمسى في نومها مطلوب على درب العمل تصنع بداية أبو الأكبر تعاليم ينجينا من الزلة وعلى منهج أئمتنا سيروا بها تتولى مآتمنا غنية بوفرة المال ولا ينقصها دافع من عقيدة في ظل عصر العلم واجبها في الحال تباشر بالأسى بالجديدة تترجم في كتبنا وتطبع أعمال فطاح لنا من الفترة البعيدة جهلنا العالم وما زلنا إشكال ولا وضحنا فكرتنا المجيدة مآتمنا غنية بوفرة المال ولا ينقصها دافع من عقيدة في ظل عصر العلم واجبها في الحال تباشر بالأساليب بالجديدة تترجم في كتبنا وتطبع أعمال فطاح لنا من الفترة البعيدة جهلنا العالم وما زلنا إشكال جهلنا العالم وما زلنا إشكال ولا وضحنا فكرتنا المجيدة تترجم في كتبنا وتطبع أعمال فطاح لنا من الفترة البعيدة جهلنا العالم وما زلنا إشكال ولا وضحنا فكرتنا المجيدة مآتمنا غنية بوفرة الماء ولا ينقصها دافع من عقيدة علينا في المآتم تحضرنا نساهم ونقدمها دلالة على فكر الأئمة وعلينا هالمهمة من المذهب رسالة إذا ترجمنا نظرة وطبعنا لنا فكرة قتلنا الاستحالة كشفنا للي يجهل مبادئنا وتقبل فكرنا باعتدال علينا بالإرادة نروض كل عادة تحاصرنا بضحالة إلى التاريخ تبصر في ماضينا تفكر حضارتنا تصارح إلى هالمذهب بداية انت مسرح
تشرح في الرواية وهذا الماضي واضح أئمتنا مدارس ولا لها منافس في تاريخ المسارح أفق راقي ومثقف يغذي ثورة الطف بعناوين مكافح أصول الغادرية حوادث مسرحية طرحها فكرة ناجح أساليب الخطابة عديدة والغرابة قصرناها بطريقة خطابة ما تطور مردها للتأخر إلك من الحقيقة أئمتنا مناهل إلى كل المسائل ثقافتهم عريقة ومنابرنا عليها تحسنا من هديها بأساليب دقيقة وهبناها وقتنا عليها ترقيتنا نواتجها المشوقة صريعي صارع الدم وعليه العسكر التم عساكر آل مية إذا خزها بعيونه جريح ويرهبونه عميد الهاشمية خرير الدم تحدر وعلى مهره القطار يعالج بالمنية نجيعة فرة مرة وقد في جسم الأجراء توافي بالأذية وفوق شمس الإمامة ينازع في ابتسامة وجراحة من قضية أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.